منظومة الفلاح المصري، تطوير منظومة الزراعة المصرية. أنا معايا الدكتور حسن الفولي وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا. برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك، سمحت لي يا أهلا. كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيب، الله يخليك. في جمعية اسمها جمعية بني خالد في ملاوي في المنيا. أيوه. إحنا جات لنا في خلال الحلقة وفي خلال ومن خلال الخط الساخن إن بيقولوا لا يوجد أسمدة. تمام. فعايزين متابعة لهذه الجمعية. تمام، احنا عندنا في محافظة المنيا داخلين الموسم الشتوي بسيط 15,000 طن موجودين. أيوة. في الجمعيات الزراعية. تمام. أيوة. في بعض الجمعيات لسه. أيوة. محطوطة في البرنامج الزمني. أيوة. ولسه ما وصلهاش البرنامج. أيوة. بتاع شهر 11. تمام. أيوة. أشوف بس الجمعية دي هل داخلة في البرنامج بتاع شهر 11 ولا فيها رصيد ولسه. أيوة. بيعملوا معاينة. أيوة. لان كان جالي شكوى امبارح ان في جمعيه فتوخ الخيل نفس الكلام. أيوة. لقيت فيها 100 طن بس لسه المعاينات الفعليه بتتعمل. بيبقوا مستنيين المعاينه. اه بالظبط كده، عشان احنا بنزرع القمح لسه اهو. وعندنا البنجر وعندنا البطاطس، ادي الثلاث محاصيل اللي هم شغالين يعني حاليا. طب البطاطس بيتصرف لها قد ايه يا دكتور؟ نعم، البطاطس المفروض يتصرف لها قد ايه؟ هي هو مقرر لها سبع شكايه. سبع شكايه. نطرات او 9 يوريا تقريبا. لكن احنا مش المهم بيصرف لها دي، المهم هي عمر النبات قد ايه، والدفعه دي الدفعه الاخيره للبطاطس. يعني هو بيتصرف يعني على دفعات، السبع شكاير دول بيتصرفوا على دفعات. طبعا طبعا اه، فانا مش معقول النبات قد الفدان مثلا سبع شكاير وهو في عمره بيختم عمره خلاص. انا يعني بستفسر عن النقطه دي عشان انا كان معايا مداخله من الحاج علي، ولكن هو في الحقيقه في النبريه، لكن ده عموما يعني ده اللي بتشتغل بيه وزاره الزراعه. سبع شكاير على دفعات طبعا المفروض. اه على دفعات، وبندي الدفعه الاخيره طبعا على اساس البطاطس خلاص يعني فاضل لها شهر ولا حاجه وتتقلع باذن الله. ايوه. بالنسبه لكن احنا الاسمده موجوده في الجمعيات. أيوه. بس اللي مأخر الموضوع اللي هو زي ما بقول لسيادتك، الناس تحسب ان يعني المفروض يصرف على طول، لكن في معينه فعليه لازم تتعمل. ايوه يا فندم، بس دي المشكلة. طيب بالنسبة بقى لرد فعل المزارعين بعد الإعلان عن 1400 جنيه دعم للقطن بالنسبة للفدان. طبعا الكلام دوت يعني ممتاز جدا، والمزارع حس إن الدولة واقفة جنبيه طبعا تماما، وإنها بتدعمه زي ما مدعماه في القمح ومدعماه في البنجر ومدعماه في القصب السكر، ودعمناها إحنا في فول الصويا برضه إن اتولد ب 4000 جنيه السنة دي. أيوة. فدي كلها طبعا منظومه كويسه جدا بتؤكد اهتمام وزاره الزراعه والدوله بالفلاح. ايوه طبعا، وده شيء جيد جدا وليه مردود كبير جدا على المزارعين. وانا اقول لك ان المزارع لحد النهارده ما اعترضش على اي شيء، يعني الحمد لله فيش اي مشاكل موجوده. بالنسبه لمحافظه المنيا على الاقل فيش اي مشاكل، المزارعين ممتازين جدا ومتجاوبين جدا مع قرارات وزاره الزراعه. ايوه، هي قرارات وزارة الزراعة دلوقتي كلها في مصلحة المزارع، وبناخد من كلام المزارع. يعني الدورة الزراعية مهمة قوي في الفترة القادمة فعلا كمان. وانا بقول لسيادتك اي قرار هيجي هيكون في مصلحة المزارع رقم ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. انا كنت متابع حضرتك في حملة في الاسبوع الماضي بالنسبة للازالات على الاراضي الزراعية والبناء المخالف، وصلنا لغاية ايه وايه الارقام اللي تم تحقيقها من هذه الازالات؟ والله احنا الحمد لله يعني اليوم اللي سيادتك تابعتني فيها كنا في ملوي، كنت في حمله انا في ملوي، زلنا يوم الخميس 39 حاله تعدي كانت عباره عن بيوت كامله. ايوه. وزلنا ليها 44 حاله تعدي برضه في نفس ملوي. ايوه فهمت. ده مركز واحد. مثلا مركز بالمواس بعديها ثاني يوم على طول زلنا حوالي 47 حاله تعدي. أيوة. فاحنا في جدول زمني مع بالتنسيق مع الوحدات المحليه ومع مديريه الامن، الحمد لله يمين بالازاله على اكمل وجه، وفي تعاون تام بين الجهات الثلاثه سواء الزراعه او الوحده المحليه او الامن بحقيقه. أيوة. يعني مش مجامله. الحاجه الثانيه فعلا مع الوزير بيتابع شخصيا الازالات، ويمكن هو اللي بعت مصر الزراعيه بالصدفه من غير ما اعرف، انا فوجئت ان هي موجوده بتصور الحمله بتاعت ملوي. ايوه كان موجود مندوب من الاداره المركزيه لحمايه الاراضي بيتابع برضه تنفيذ الحمله. فالمنيا جاده جدا في عمليه التنفيذ بالازالات. طيب. جدا جدا. في ظاهره غريبه جدا. أيوة. بعض الناس بتبور الارض وتعمل عليها ملعب كوره، بنتعامل معاهم ازاي؟ بنعمل محضر تبوير وبنطالب انه بنبعت له انذار بعد كده ان يزرع الارض، ولو ما زرعش بنعمل له محضر تبوير تاني، وهنفضل وراه كده لحد ما. عقوبه محضر التبوير ده عباره عن ايه؟ يعني في حدود برضه 3000 جنيه. 3000 جنيه غرامه تتحصل على طول من الوحده المحليه.
دي محتاجه برضه تغليظ للعقوبه، لان هو ممكن يقول انا هدفع ال 3000 جنيه وعملت الملعب وبيأجر الملعب ده. احنا عايزين تغليظ العقوبه تيجي بقى من فوق بامانه كده، ان يكون في تجريم للتعدي على الاراضي الزراعيه، تجريم زي ما بتقتل النفس اكنك بتقتل الارض دي نفس. فعلا. انا بعتبر الارض زي الانسان. فعلا. دي نفس. فعلا. فالتجريم لازم، الحبس عقوبه الحبس هي الرادعه لاي واحد يتعدى على الارض الزراعيه. انا يعني بشكرك ومجهود ان شاء الله بالتوفيق دائما، وحسن التواصل اللي احنا عهدناه من حضرتك ده بيشجع الفلاح ان هو يطلب خدمات حضرتك قادر على توفيرها. شكرا يا فندم. معايا